كتير جدا مننا ما يعرفوش يعني ايه مفهوم المنشطات. بنسمع بس كل فترة والتانية عن ايقاف لاعب معين بسبب تناول المنشطات، وده طبعا في دول العالم كلها، واوقات كتير اللعيبة بتقع في ازمة، الحقيقة ازمة كبيرة، ازمة الايقاف بسبب تناول ادوية او مكملات غذائية من غير ما هم شخصيا يكونوا عارفين ان هي بتحتوي على مواد محظورة. هنفتح مع حضراتكم الملف ده النهاردة ونفهم تفاصيله بشكل اكبر من خلال حديثنا مع الدكتور اسامة غنيم، المدير التنفيذي للوكالة المصرية لمكافحة المنشطات. صباح الخير يا فندم، منورنا. اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. صباح الخير يا فندم لحضرتك. واعتقد ده ملف مهم جدا كمان ان احنا نفهمه للناس، لان كتير جدا الناس بتفهم ان او بتسمع ان لاعب تم ايقافه بسبب تعطيل لبعض المنشطات، لكن مش فاهمين ده ايه بالظبط وتاثيرها ازاي بيكون على اللاعب وليه اصلا هي من المحظورات. فخلينا نبدا مع حضرتك. اولا، هي المواد المنشطه دي مواد محظوره ليه؟ لانها اولا بتاثر على الاداء البدني للرياضي، فبتدي له ميزه عن اللاعب اللي هو غير متنشط. دي واحد. اتنين، انها بتؤدي الى تدمير واصابه وممكن تؤدي الى وفاه اللاعب. فعشان كده الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات أدرجت المواد في قائمة المحظورات اللي هي بتستوفي شرطين من ثلاثة، يا إما تؤدي إلى تدمير بدني وصحي وفكري للرياضي، يا إما تؤدي إلى زيادة في الأداء البدني للرياضي، يا إما تؤدي إلى إيقاف الميثاق الأولمبي، أو أنها تؤدي إلى تلف أو فساد الميثاق الأولمبي. كثير مع لاعبين كمال أجسام بصفة خاصة، يمكن من أكثر الرياضات اللي بنسمع من خلالها عن إيقاف لعيبة معينة عشان المنشطات. للأسف كمال أجسام مشكلتهم إن هم لما بيجوا حتى يتعاطوا منشط بيتعاطوه بشكل فيه نوع من الجهل شوية. يعني بدل ما بياخد نوع واحد من هرمون بياخد 10 أنواع من الهرمونات، وهو طبعا ما بيبقاش عارف المدى البعيد أو التأثير بتاع الهرمونات دي على جسمه. طبعا إحنا زي ما إحنا عارفين إن الهرمونات دي بتؤدي إلى عقم، تؤدي إلى جلطات، تؤدي إلى عجز جنسي، تؤدي إلى سرطان. طب وليه أنا النهاردة عشان ألعب رياضة أودي نفسي في داهية وإن أنا أخد كل الكلام ده كله؟ عشان كده إحنا بنحذر الرياضيين. ويمكن حضرتك قلت كلمة كويسة قوي دلوقتي، أنت قلت مش المنشطات بس، ولكن قلت المكملات الغذائية، وده طبعا موضوع خطير جدا، ما هواش خاص بالرياضيين بس، ولكن خاص بالرياضيين وبالشباب المصري. المكملات الغذائية عندنا 66% من المكملات على مستوى العالم ملوثة بهرمون التستوستيرون، ومش مكتوب على الليبل من بره إن فيها هرمون تستوستيرون. فالرياضي بيشتريها على إنها هو بروتين، أمينو أسيد، أي كان أي مكمل غذائي، وبياخد المكمل الغذائي ده. بعد فترة لما بنيجي نحلل للرياضي بتطلع العينة إيجابي. طبعا بيقعد يحلف إنه ما خدش هرمون، هو ما خدش هرمون، ولكن هو خد مكمل غذائي ملوث بهرمون التستوستيرون. لو إحنا بقى رحنا للشاب العادي هيصل الى مرحله العجز الجنسي والعقم، ولما نعرف ان نسبه كبيره جدا من الشباب المصري النهارده مصابه بالعقم، على فكره احنا هنندهش للنسبه اللي كان قالها السيد وزير الصحه الاسبق في سنه اظن 2013، وقال ان 30% من الشباب المصري عندهم عقم. لما يبقى انا عندي النهارده 65 مليون من المصريين شباب، يبقى معنى كده عندي 19.5 مليون عندهم عقم. لا بس ده كلام خطير. بالظبط، يعني مدى دقه الرقم ده لما يبقى وزير الصحه اللي قاله يبقى دقيق ولا لا؟ بس يا دكتور ممكن نفهم يعني ده النسبه دي اللي تم الكشف عنهم، ولا ممكن يكون كمان مش عارفين؟ يعني ما ممكن يكون شباب بتاخد هذه المنشطات او غيره وهي مش عارفه كمان ان عندها. ومين قال ان 30% دي ممكن تبقى نسبه صحيحه؟ ما ممكن تبقى اكتر من 30%. عشان كده عايزين نفهم. فطبعا عشان تقولي هذا الكلام لابد من عمل اجراء تحاليل، او يبقى في حمله قوميه، واتمنى طبعا ان تشارك فيها وزاره الصحه ووزاره الشباب والدوله كلها، لان انا بتكلمي النهارده على 19.5 مليون شاب مصري، سواء اذا كان بنين ولا بنات، لان برضو البنات في منهم كتير بياخدوا هرمونات عن طريق المكملات الغذائيه، وده بيؤدي الى اضطرابات في الدوره الشهريه، وبالتالي يؤدي الى العقم عندها. مش معنى كده ان انا بفرح النهارده ان ممكن يبقى العدد هيقل، بالعكس، انا ممكن بعد 50 او 60 سنه الاقي ارض بدون بشر، وده اللي بيسعى اليه الجانب الخارجي من بره، انه بيرمي النهارده كميه من الهرمونات طبعا بلس المخدرات اللي هي موجوده اللي بتؤدي لنفس المشاكل دي كلها. وبالتالي احنا النهارده اعتقد ان في عندنا المركز القومي للبحوث الرياضيه الاجتماعيه والجنائيه المفروض يبدا يدرس هذه الظاهره، واحنا على استعداد ان احنا نساهم معاه ونشارك معاه في هذا الكلام. طب بس معلش يا دكتور، يعني دلوقتي المنشطات دي هي مش مهربه، هي جايه بطريق يعني مستورده بشكل ليجل، يعني قانوني. مين اللي قال لحضرتك انها داخله؟ مش هي دي اللي موجوده في المحلات ولا دي حاجات تانية؟ امسكي اي عبوه من المكمل الغذائي وشوفي اذا كانت مسجله او مرخصه او مصرح بيها وزاره الصحه، هتعرفي انها داخله ليجل. كلها داخله. طيب ايه ليجل؟ تمام، يبقى هي داخله وزاره الصحه مفروض ان هي موافقه عليها. ايه ليجل؟ ليجل داخله بشكل. طب ازاي فندم المحلات مفتوحه؟ ما احنا عايزين نفهم برضه. ما احنا عشان كده بنقول احنا عايزين حمله قوميه. طبعا
مين اللي قال ان العبوات دي موجوده وداخله بشكل رسمي؟ لا، النقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها دي في منتهى الخطوره، وخصوصا الارقام العاليه جدا. وخد بالك ده الرقم ده مش من عندي، ده الرقم ده قاله وزير صح. يعني يمكن لو قاله اي مسؤول اخر غير وزير اقول اه ممكن يبقى فيها كلام، لكن لما يبقى وزير الصحه قال هذا الكلام يبقى هنا من ضمن الحاجات معلومه لو انا غلطان فيها ارجوك حضرتك صلحها لي. يقال ان الترامادول مش مدرج ضمن المواد المحظوره في المكملات الغذائيه وفي النوع ده من الامور او في المنشطات، ولا الكلام ده مش صحيح؟ لا كلامك صح فعلا، هو ترامادول غير مدرج في قائمه المحظورات. مصيبه سودة ولا انا غلطان؟ هو المشكله انها مصيبه سودة داخل مصر، ولكن في العالم كله الترامادول بيستخدم على انه قاتل للالم، اللي هو بين كيلر. بين كيلر واللي هو موجود في الصيدليات في أي منه مكان انواع في العالم كثيره، بيستخدم لقتل الالم في حالات السرطانه الى اخره. فلما يبقى يجي انا النهارده في مصر وسيء استخدامه ده يبقى وضع تاني خالص مختلف. يبقى في الحاله دي انا النهارده لازم اوجه بالنصح، لازم اوجه بان انا امنع. والحقيقه هي الدوله مشكوره، ده ادرجته النهارده كجدول اول مخدرات في عندنا، في سواء اذا كان في الصحه في الصيدليات او في مباحث مخدرات. ولكن النهارده التعامل معاه بيتم بشكل خطير جدا. يعني هو النهارده اللي بياخده ليه؟ لانه بيأخر التعب، ولكن ما بيزودش الاداء البدني. يعني الرياضي لما تقول له خد الترامادول مش بتقول له خده عشان هيزود ادائك البدني، ولكن هو التعب عنده لما يجي يحل عليه بيحل عليه بعد فتره اطول من المعتاد. يعني بدل مثلا ما يجري 6 كيلو في لعبه كره القدم على سبيل المثال ممكن يجري 9 كيلو. يبقى معنى كده ان هو ما حسش بالتعب بعد الستة ولكن هيحس بيها بعد التسعة. طيب انا عندي سؤال يا دكتور على قصه الترامادول، بعدين في نقطه معلش في الجزئيه اللي فاتت، بس قصه الترامادول وان الدوله قد ايه برضو قالت على خطورته وسوء الاستخدام بتاعه. طيب مفروض في اي دوله في العالم وكمان في مصر هذا القانون موجود، فكره ان انا ما اقدرش اصرف هذا الدواء من الصيدليه الا ببريسكريبشن او بروشتة، ولكن ما يتم على ارض الواقع هو غير ده. ده يعني حبيبي بتروح تكشفي في الصيدليه. طيب ما هي دي بقى النقطه، اذا هنا الدوله قايمه بدورها، هي عامله او يعني موجود هذا القانون طيب، ولكن لا يطبق، فبالتالي هيحصل ان هيبقى فيه موجود برضو او متداوله هذه هو المنشطات. الترامادول ما بيباعش في الصيدليات، خلينا يعني امال بيجيبوه منين؟ بيتباع في السوق السوداء اللي هي البلاك ماركتس، يا اما بيهرب بشكل او باخر. بس هو كان بيباع لفتره مؤخرة. لا ده فتره طويله، هو ادرج كجدول اول مخدرات يمكن من حوالي 4 سنين او 5 سنين، ولكن هو النهارده موجود في الشوارع، ممكن تنزل زيه زي الحشيش زي الافيون زي الهيروين غيره، بتنزلي تاخديه من واحد واقف بيبيعه في الشارع، وكل ما ادركتيه في السوق السوداء كل ما كان سعره بيزيد. وان كان الترامادول دلوقتي بدا يقل نتيجه ظهور الاستروكس والفودو والى اخره، حاجات جديده دلوقتي ظهرت في مجال المواد المخدره. بس ده تعد بقى منشطات دي مواد مخدره بشكل رسمي مخدرات يعني. بالظبط. طب ما هو الترامادول ده من عائله الافيونيات. اه زي يعني هو النهارده لو واحد بياخد ترامادول وعايز يبطله لازم يشم هيروين عشان يبطل الترامادول. معقوله يشم هيروين عشان ما هو من نفس العيله. ما عشان يعني حتى مش يبطله تدريجيا يعني. لا ما هي لها حاجه تانية احنا بنقول عليها الاعراض الانسحاب، عشان تقللي اعراض الانسحاب بتديله مواد بديله، بس طبعا مش بديله هيروين، لكن بديله مواد صناعيه شبيهة التأثير بالترامادول طبعاً. وابدأ اسحب جزء من الترامادول واديله المادة الثانية لغاية ما ينتهي تأثيرها. طب هل في ممكن نلاقي منشطات آمنة؟ مسموح بيها؟ لا انا عارفك هتسأل السؤال. لا 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 مفيش حاجة اسمها كلمة منشط او دوبينج باللغة الانجليزية يبقى معناها انها مادة محظورة، ولذلك حتى احنا عندنا القائمة ما اسمهاش قائمة المنشطات، اسمها قائمة المواد المحظورة، لانها ما بتعتمدش على دراجز، ما بتعتمدش على اقراص، ما بتعتمدش على حقن، ولكن في عندنا وسائل. لكن يعني القلق ده بيبقى حاصل ان وجد في المنشطات مش في المكملات الغذائيه مثلا، ولا برضو المكملات الغذائيه ممكن نلاقي في بعض الانواع منها. ما هو انا عايز اقول لحضرتك لما انا جبت لك اجيب لك 100 علبه قدامك دلوقتي مكمل غذائي فيهم 66 علبه ملوثه بهرمون تستوستيرون و34 سليمه، انه فيهم السليم وانه فيهم مش سليم؟ انا اعرف منين بقى؟ هل اتعامل مع المواد المرخصه من قبل وزاره الصحه المصريه؟ ده لو كان مرخص عليها الاعتماد واضح. لو كانت مرخصه، لكن اللي بيجي كله من بره على فكره برضه، تيجي تكلم واحد يقول لك اصل انا بشتريها من امريكا، اصل انا شاريها مش، لا ده الاف دي اي هي اللي بعتت التحذير للوكاله الدوليه لمكافحه المنشطات، احذروا. كانت زمان 16% وترفعت النسبه الى 66%، وعلشان كده لابد ان المواد الغذائيه المكملات الغذائيه عشان اتاكد انها امنه اعمل ايه؟ لابد من تحليلها. هو معمل واحد موجود في انجلترا هو اللي بيدينا الامان، ولكن هو التحليل غالي جدا، فاحنا ايه نبعد عن الشر ونغني له. الافضل ان احنا دلوقتي بنحاول ان احنا نعمل مكمل غذائي امن وسليم من المكملات من المواد الطبيعيه. فاحنا دلوقتي في طريقنا، ولكن الحقيقه جت كورونا فيروس وقفتنا شويه، لان احنا كنا ناويين نبعت
المكمل ده نحلله في انجلترا. فطبعا المعامل كانت قفلت فتره الكورونا واحنا منتظرين شويه بس الاجواء تفتح شويه ونبعت تحلله تاني. طيب ازاي اقدر معلش يعني انا اعرف ناس كتير قوي من بياخدوا صحابي مكملات. بياخدوا المكملات اللي هي السبلمنتس والحاجات دي قبل الجيم يعني لا حضرتك مش فاهم رقم كبير لا والله عارف عارف ده موضوع مش هزار يعني ده موضوع في غايه الاهميه انا بشوف على فكره الاهميه هنا فضل. والمشكله هي الاعلان يعني بمعنى. بمعنى ايه الاعلان ما بيعملش اعلان ولكن الاعلان ما وعاش الناس ما احنا بنوعي اهو دي هي قد ايه حضرتك بتوعي كل قد ايه لا هي طبعا هو حسب طبيعه كل برنامج بس يعني انا بتفق مع حضرتك لازم يكون في حتى برامج توعويه من قبل الوزاره وغيره ولكن انا عايزه اروح لحته السبلمنت نفسه او هذا المكون اللي موجود في محلات في الشوارع يعني انا مش رايح اجيبه من زي ما حضرتك قلت رمضان من سوق سودا او بجيبه لا ده موجود في محلات مفتوحه ده موجود في المحلات وهذه المحلات المفروض ان هي مرخصه وواخده موافقه والناس داخله طالعه عليها طب والانديه الصحيه مرخصه وبتتباع فيها لا ده الاخطر من كده بقى حضرتك النهارده ممكن تروح النادي الصحي هيبقى لك حاجه تانية خالص في بيبقى جنبه شوال كده في بودره سبيداج او بودره سيراميك ما هياش مكمل غذائي تماما بودره سيراميك لا والله طبعا هي وصلت لكده وصلت لاكتر من كده والناس عادي بتسفر وبتشيلوا كده وكملوا عادي ما هو يا بقى هنا دخلت فيها الناحيه النفسيه اكتر هو بيروح رايح واخد له كيس صغير كده ب 10 جنيه واخد بالك يسفر منه زي ما حضرتك بتقول كده طب احنا ما فيش مثلا يعني اكلات عاديه ممكن تدي نفس كتير. النتيجة والمفعول اللي كتير. بيديها المكملات موجودة كتيرة جدا ولكن طب الناس مش بتلجأ للطبيعة الاتيتيود المصري بيفكر دايما ان حتى الرياضي المصري بعيد عن الشباب لو انا مش هاخد المكمل الغذائي ده مش هقدر ابني عضلة والحقيقة انا بقول له لا العضلة ما بتتبناش من مكمل العضلة بتتبنى من الهرمون يعني لو فضل ياخد عبوات من الامينو او كرياتين او الى اخره مش هيدي العضلة بالشكل اللي انت بتشوف في كمال الاجسام لكن لما بياخد هرمون على طول بتدي له شكل العضلة فعشان كده الفكر اللي عنده لا لو انا مش هاخد الهرمون لو مش هاخد مكمل مش هيطلع لي عضله مش هلعب مش هشيل بالنسبه لجماعه بتعرف الاثقال وهكذا وده طبعا تفكير مش صح تمام يعني احنا مثلا عندنا جنين القمح جنين القمح ده من اقوى ما يمكن في البروتين اللي فيه صحيح. ليه ما بناخدوش ليه انت عندك النهارده في حاجات كتيره حبه البركه في عندنا الجينسنج انا ما اعرفش برده ليه الناس مش مقبله على الحاجات دي كلها ليه احنا مش مقبلين على عسل النحل على غذاء ملكات النحل على حبوب اللقاح والى اخره يعني احنا عملنا مكون من 14 ماده بالشكل اللي انا بقول لكم عليه ده كله وابتدينا نحلله الهرمونات لكن الاستعجال هو اللي بيخلي الناس هي دي بقى بتتبني بسرعه لما بيتاخد ودي تعرف عامله زي جماعه بتوع جمباز البنات صغيرين والولاد صغيرين بيبقى لسه العضلات بتاعتهم ومفاصلهم لينه جدا ورخوه ولكن المدرب بيبقى مستعجل قوي فيحاول ان هو يشد قصري عشان يصل بالمرونه بتاعه المفصل الى اكبر مدى له مع ان انت لو مرنت هتيجي بس هو ايه مش عايز يستنى الوقت ودي خطيره جدا طبعا طب والفات بيرنرز اللي هي الادويه اللي بتحرق الدهون برضو في رياضيين كتير بياخدوها وفي اشخاص عاديين بيروحوا الجيم بياخدوها لا خدي إيه بالك ان الفات بيرنرز دي مش كل الرياضيين بياخدوها لانها بتزود ضربات القلب برضو بالظبط كده لكن الرياضي بيهمه اهم حاجه عنده العضله والقوه لان احنا عندنا خمس عناصر اللياقه البدنيه الرياضي بيعتمد عليها يمكن الشخص العادي ما بيهموش غير انه عايز ينزل وخلاص يعني ياخد شيب لكن الرياضي لا ده هو عايز ياخد شيب وعايز ياخد قوه عايز ياخد لياقه عايز ياخد نوع من التحمل عايز ياخد مرونه ودي مش محتاجه الانسان العادي مننا فالرياضي بيبقى مستعجل عايزها يوصل لها ازاي يبدا واحد يكلمه خد بالك ان العلبه الفلانيه بتوصل كده بيجيبها فعلا بتحصل كده لا ده في بقى حاجات اخطر من كده ان انا النهارده لما ابدا اخد هرمون ويديني شكل العضله بالجديد اللي هو عايزه بعد فتره ما بيديلوش اي نتيجه فبيضطر يعمل ايه يزود الدوز وبعدين يبدا يقرب المسافه بين الدوز والدوز لما يصل الى مرحله ما فيش نتيجه يعمل ايه يجيب بقى حاجه تانية معاها ايوه صح نبدا بقى في فعلا. خليط اخر في بعض الاحيان بنشوف بعض لاعبي كمال الاجسام انا اسف الشكل العام للعضله بيقول انه مصطنع وانه مش حقيقي وتلاقي العضله مبالغ في حجمها والله بتلاقي فيه كان في عيل صغير في دراعه ودي مش حاجه عاديه ولا ايه كويس ان انت فتحت الحته دي اولا يعني في حساب دي فوق يا دكتور ده مش مكمل غذائي ومش هرمون ده بيدوا حقن في مناطق معينه والحقن دي فيها ماده لا يمتصها الجسم فده اللي بيخليها تتخزن فبيخليها متخزنه وعشان كده احنا بنقول عليها دي نفخه كدابه يعني الراجل ده انت لو ضربته هتوقعه لان هو ما عندوش قوه هو كل اللي عنده الشكل اللي انت شفته ده او العيل الصغير اللي انت شايفه زائد ان هو لازم يلبس تي شيرت ضيقه عشان تديله النفخه وعلى وشك الانفجار ايه اللي بقى اللي بيحصل الجسم لما ما يمتصهاش
هيبدا يتكون في جوه عنده جلطات في نتيجه الحقن اللي تم. تاني حاجه بيتكون عليها صديد، يبقى الحل الوحيد ان انا اعمل ايه؟ لازم افتح فوق العضله طبعا بعمليه جراحيه بمشرط عشان اطلع الصديد واطلع الكلام ده كله. وعندنا لاعب كان في الاردن حصلت نفس الحكايه دي ومات منها في كام. وحتى غير اللاعبين المحترفين ده في كمان يعني مش معظم بس في فئه معينه من اللي بيشتغلوا في الحراسات الخاصه البادي جاردز عشان والخناقات والمظاهرات والكلام ده كله ده بيتاجر خد بالك، فمضطر يحقن نفسه مرتين كده وتتفرج على المنظر اللي بتشوفه ده حاجه صعبه. هو لو يعرفوا ان المنظر ده اصلا مش حلو خالص التو ماتش ده، لا لا بعدين بصي اي حد بيحس انه جذاب يعني التضخم الزياده. طب ممكن اسال حضرتك يعني الكلام ده عندنا في مصر هيك بتقول ان معظم المنشطات مش ليجل بتتباع، هل في الخارج برضو اللي احنا بنستوردها المنشطات دي هي اللي موجوده بقى في بلدها سواء في امريكا او في اوروبا هي ليجل؟ وايه الفرق ان هناك اوكي او هناك متواجده وهنا لا؟ حضرتك روحي كده امريكا وشوفي العبوه اللي بتتباع هنا بالاف بتتباع هناك بكام. صحيح كلام فارغ. طيب ليه بقى؟ لانه هناك عارف انها فيها مشكله، الاف دي اي اعطته تحذير منها خلاص مش هشتريها، او ما انا ابدا اشيلها ابعتها فين لناس تانية سواء اذا كان كهديه كبيع باسعار معقول يعني قليله واجي ابيعها هنا بالاف الجنيهات. ولذلك انت النهارده لاحظي ان المولات اتملت الستيجز اللي هي بتبيع مكملات غذائيه او المحلات اللي في الشوارع او في الصيدليات. الحقيقه انا مغرم ان انا امشي اخش الصيدليه واطلع العلبه الكبيره دي وابص ما فيهاش لا ترخيص ولا تصريح ولا مسموح ببيعها ولا اي حاجه خالص، يبقى ما حدش بيفتش عليها. طب خلينا نرجع لمصر مره ثانيه يا دكتور واسال حضرتك، حضرتك في مجمل اجابتك على سؤال من الاسئله اللي فاتت قلت ان حتى في صالات جيم، وانا يعني عارف المعلومه دي، في صالات جيم بتبيع بشكل مباشر للي بيروحوا يتمرنوا النوع ده من المكملات الغذائيه. طب مش المفروض يكون في حملات اشراف بشكل منظم او يكون تحت اشراف وزاره الصحه مثلا؟ عايز اقول لحضرتك حاجه، تعددت الجهات اللي بتدي الموافقه على فتح الجيم، وزاره الصحه، نقابه المهن الرياضيه، وزاره الشباب والرياضه، وزاره السياحه في حاله لما يبقى الجيم او النادي الصحي داخل منتجع سياحي، فالمحليات، فطبعا كل الكلام ده تاهت الدماء وبين الايه بين القبائل تفرقت. لازم يبقى جهه واحده ومتخصصه وعارفه يعني ايه مكمل غذائي مسموح بيه ويعني ايه مكمل غذائي مش مسموح بيه وهل مسموح بكل الكلام ده كله. خد بال حضرتك النهارده خش اي جيم النهارده وقول له انا عايز اعمل عضلات، هيقول لك انا بعمل سايكلز دواير، دايره بالهرمون، دايره بالتكفيف، دايره بالتعريق، دايره مش عارف بالتنشيف، ويبدا يضحك على اللي قدامه. بيدي اول دايره اللي فيها الهرمونات دي الولد بيحس ان بدات عضلاته تظهر فبدا يبقى في شكل. طب الدايره اللي جايه هنبدا وبعدين الكورسات لما بتسمع الارقام الفلكيه اللي بتتم عن طريق ان بيشتري بيها المواد دي من الجيم ارقام كبيره جدا. هنا بقى مين جهات الاختصاص اللي هتشرف عليه؟ هل وزاره الصحه؟ مين في وزاره الصحه؟ هل وزاره الشباب والرياضه؟ هل نقابه المهن الرياضيه؟ ليه ما يكونش في لجنه مشكله من كل الوزارات اللي حضرتك؟ ما هي هي الموجود حاليا دلوقتي انك انت حضرتك بتروح تاخد الموافقه من الجهه الفلانيه وخلاص يبقى كده سمحوا لك بالفعل، لكن مين اللي بيتابع؟ ما اصل الارقام اللي حضرتك قلتها كنسب الناس اللي بتصاب بالعقم وبالعجز الجنسي ارقام مخيفه، واحنا عندنا حاليا قياده سياسيه مهتمه بشكل ملحوظ بالشباب طبعا وبصحه الشباب طبعا ومبادرات كل يوم والتاني انا ونهوان بنتكلم على مبادره رئاسيه او حكوميه ما ليها علاقه بركوب الدراجات بممارسه الرياضه، فازاي بنبقى ماشيين في التراك ده وفي تراك تاني موازي بينتج عنه عقم ل 30% من نسب الشباب اللي ده نسبه كبيره جدا يعني الموضوع ده حضرتك بتقولي كبيره وانا بقول لك انا بشك في هذه النسبه هي ممكن المفروض تبقى اعلى اعلى طبعا يعني انا متخيل ان الوزير لما يقول هذا الكلام وزير الصحه يبقى هو كان متجمل فيها يعني ما حاولش ان هو يقول نسبه حقيقيه دي حاجه ولكن هو قالها كده عفويا قال انها 30% رقم مخيف طبعا وتعدى طيب 65 مليون شباب طبعا طبعا طب طيب خلينا نرجع مع حضرتك يعني كده طاقه سلبيه الصراحه يعني لا ولا سلبيه ولا حاجه بالعكس بالعكس ده هي بالظبط بس لما طبعا تسمع حاجه زي كده موجوده اصل خلي بال حضرتك من حاجه هي مستمره يعني ما احنا مش بنتكلم عن حاجه كانت موجوده وتوقفت وبنعالجها هي حاجه مستمره انت لما بتفتحي دلوقتي الموضوع ايوه عشان نبدا نشوف ايه اللي ممكن نعمله انتوا حضراتكم بتقولوا ان احنا بنعمل كل حمله ممكن نعمله بالمناسبه ايه انا رايي ان يبقى لازم يبقى في حمله تشترك فيها الوزارات المختلفه لابد من تواجد المنظمه المصريه لمكافحه المنشطات على راس هذه اللجنه او الحمله ليه لان احنا اللي عارفين ايه هو المكمل يعني من فتره طويله طلبنا من وزير الصحه كان اظن سنه 2014 او 15 كده قلنا له لو سمحت احنا عايزين نحط اسم
الدواء اللي حضرتك كاتبه مفيش واحد عندنا بيشتري علبه دواء وما بيفتحش الروشته بتاعتها، مش كده؟ البانفلت الداخله عايزين نكتب جوه ده كله. لا هو تقريبا ما بيفتحوا. لا ازاي ده كله ده هتضرك تقول لك ايه ده من ضمن الاعراض الجانبيه اسهال. اه ده انا جاني اسهال مش عارفه يعني مش هنختلف يعني احنا هنقول ايه زي ما انت كاتب غير مصرح بيها للحامل، غير مصرح بيها للمرضع، غير مصرح بيها للرياضي لاحتوائها على ماده منشطه، غير مصرح بيها للشباب لوجود مواد محظوره. ايه المشكله اللي ممكن يرتجع لما يقرا التحذير ده؟ اللي بيلعب بيمارس رياضه بشكل مقنن وبيلعب ينتمي لفريق معين وبيدخل بطولات معينه فبالتالي بيتعرض للنوع ده من التحاليل، لكن واحد زي حالتي مثلا راح الجيم ونفسه ربنا ينفخ في صورته بعضلتين بس ايه؟ اتمرن يعني اتمرن بلاش تتهور يا كريم يعني لا بلاش تتهور والله انا شايفه كده لا اتمرن مش مستاهل يعني اللي انا عايز اقوله ايه؟ التمرين العادي صحيح هياخد وقت زي ما احنا كنا بنتكلم، لكن ليه انا الجا لمواد زي دي؟ وليه انا اوريدي من الاول اسمح لهذه الجيمات انها تبيع المواد دي؟ طيب خلينا نرجع بقى للملاعب وللرياضة، هل تم يعني فعلا قبل كده إيقاف لاعب لأن كان بياكل لحمة فيها هرمونات ولم حصل كشف؟ هل الموضوع ده حصلت ست مرات مش مرة واحدة؟ خلينا بقى نسمع من حضرتك ست مرات. هو الحقيقة في هرمون اسمه هرمون الركتوبامين ده بيتعطى في أمريكا والصين والمكسيك وكندا والبرازيل، بيتعطى للحيوانات للأبقار وللخنازير، وأمريكا بتديه للديك الرومي عشان بيزود كمية اللحم ويقلل كمية الدهون الموجودة في الحيوان. ولكن هو بيعمل ايه؟ هو بيدي الهرمون ويرجع يذبح بعد 14 يوم. في الحالة دي بيبقى الهرمون انتهى تماما من جسم الحيوان. انما بعض ساعات كان في بعض الابقار وبعض الحاجات الحيوانات الحية اللي بتيجي هنا كانوا بيحقنوها هنا المربيين وبيذبح بعد 4-5 ايام. فبتبقى المادة لسه موجودة. بتبقى لسه موجودة وما تموتش لا بالتجميد في الثلاجة ولا بالغليان والطبخ لما بياكلها الانسان. خلاص فبتتنقل للانسان. نيجي احنا نحلل اللاعب نلاقي الماده دي موجوده. فاحنا كنا يعني في وقت وقتكم كان فيها حمله، على فكره حمله كبيره جدا يعني، كان الاعلام تشارك فيها والدوله شاركت فيها. احنا كنا عايزين بس نناشد المربين وقتها احقن لو انت عايز تحقن اذا كان مسموح بهذا الكلام، ولكن ما تذبحش قبل 14 يوم. وفي نفس القصه ممكن تلاقيها اتكررت في بعض الازمنه، ساعات كنا نقرا كده عن فراخ هي كمان محقونه، تلاقي الفرخه بس مش محقونه من الصنف البقال مش محقونه كده. امال ايه دي بقى؟ دي كانت وقتها بيتحط مواد كده في الاكل بتاعها في العلف او في الميه علشان تاخد هي تدي وزن اكبر يعني. هي بيحصل ايه؟ هي الماده اللي هو كانت بياخدها دي كانت بتعبي ميه. أوكي. فتضطر الفرخه انها تشرب ميه كتير قوي فيتقل وزنها. ودي كانت بتحصل بعد ساعات حالات من الغش لو تفتكر قبل عيد الاضحى لما هم بيجوا يعملوا ايه؟ بيروح جايين عاطين الخرفان ملح فيضطر الخروف ان هو يشرب ميه كتيره. فبرضه نفس الحكايه، في بعض الادويه اللي هي بتتعطى للبقر قبل عيد الاضحى بتتعطى للشباب داخل الجيم للاسف. عشان كده بيروحوا الجيم ياكلوا النجيل بالمعنى الحرفي اكيد. ده وغير ادويه الخيل بتتعطى برضه للشباب داخل داخل الجيم. طب هو فاضل ايه يا فندم ما اتخدش؟ لا والله بتهيألي يعني الشغل ابقار وبياخده يعني فاضل ايه حضرتك؟ فاضل ان احنا لازم نتحرك صح. صحيح. وان احنا لازم يبقى في قرار يعني زي ما حضرتك بتقول كده قرار سيادي ان يبقى الجيمات دي تحت اشراف قوي اشراف قومي وان يبقى في حد بيتابعها. ممنوع بيع يبقى ممنوع بيع. الجيم ده معمول لايه؟ معمول لتدريب يبقى تدريب. الموضوع اللحوم بالنسبه للهرمونات دي يعني هي احنا بقى لنا دلوقتي فتره الحمد لله بس اتمنى يعني يبقى كلامنا خفيف بقى لنا حوالي 3 سنين ما ظهرتش عندنا حاجه. والحقيقه كانت الوكاله الدوليه في الاول كانت متعسفه مش متعسفه هي يعني تعرفين انه بيبقى ماشي طبقا طبقا للكود الدولي. الكود الدولي بيقول له لقيت هرمون هتدي حكم. انما احنا يعني بشكل او باخر قدرنا نثبت ان الموضوع ده كان خارج عن نطاق اللعيبه وقدرنا ان احنا نشيل الاحكام اللي كانت على الستة الرياضيين اللي كان عندنا في مصر. رائع جدا. وكمان انا لو هتسمح لي ممكن اضيف شويه بقى في قصه هنا الشباب ان المفروض يكون في اهتمام او رقابه اكتر من الاهالي، لان لو احنا بنتكلم في 30% ده رقم صراحه كارثي. فهيكون هنا طبعا مع الدوله والحملات والتوعيه والاعلام لازم يكون في رقابه اكتر من كده على انت منتظره مني ان انا اوافق على الكلام ده؟ يعني لو حضرتك حابب. الاهالي بتتصل بينا من فضلك ابني جايب الماده الفلانيه ممكن تاخد تكلمه. يا يعني مفيش سيطرة حتى من الأهالي زي ما بحكي لكم يا خبر. فاحنا بنقول له يا ابني ده فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. في كتير طبعا من الأولاد اللي هي بتبقى متربية في بيوت محترمة كده بيسمع الكلام وأهلهم بعد كده يقولوا ده رماها. وفي طبعا لا طب ما هو فلان بياخد وعيلته ده العضلة ده الهدف السامي اللي عايز يوصل. لا لازم يبقى في توجيه إعلامي مركز ولفترة. أنا رأيي يعني باستمرار يعني أنا ممكن حضرتك النهاردة في قناة الأهلي هتيجي كده مثلا تروح جاي مطلعة إعلان لمدة 10 دقايق 5 دقايق 3 دقايق
المنشطات كذا وكذا كذا، المكملات الغذائيه تحتوي على كذا، المكملات الغذائيه خطر الموت كذا. عارفه لما احنا الكلام ده يعني في ناس النهارده بتبدا تتشد في اعلان معين لاكله معينه او لمواد معينه. صحيح. هي حمله، هي دكتور اسامه حمله كامله. مش بس من الاعلان، هي لازم يكون في توعية ورقابه الاثنين. واحنا بنمد ايدينا الحقيقه في اي حاجه الدوله عايز تعملها او الاعلام عايز يعملها في خصوص ان احنا نحاول ان احنا نحمي شبابنا مش رياضيين بس، طبعا لان احنا ممتدين للشباب وللرياضه. احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا على هذا اللقاء الممتع والمفيد الحقيقه، وبنتمنى لك كل التوفيق في مهمتك وربنا يكرمك، وان شاء الله نسعد بلقاء حضرتك مره ثانيه قريب باذن الله. نشكرك يا دكتور، وان شاء الله اللقاء الجاي يبقى فيه اخبار احسن، يكون فيه الى حد ما استيعاب قدرنا ان احنا نلمسه على ارض الواقع. خلينا نروح لفاصل ونرجع مع حضراتكم لاخر فقراتنا الحواريه، خليكم معانا.